شنو كان رد بيسان بعد كل اللي صار مبارحة من نزول ديس وبنفس الوقت تتكلموا عليها بالستوري اللي هو جواني يعني تكلم عليها ومن هالكلام؟ صراحة ما كنت ناوي انزل هذا المقطع، خاصة بآخر فترة كثير تكلمت عن الموضوع، جواني تكلم على بيسان وبيسان ترد مدري ايش. صراحة قاعد افكر بآخر فترة اني اغير اسم قناتي من مملكة القصص الى مملكة جواني وبيسان. المهم هذا مو موضوعنا. بيسان بالفعل ردت، ولكن الرد كان شوية مش كثير واضح ويعني مبهم، ولكن اذا تدقق شوية راح تقدر تفهم. تقريبا بعد ساعة من نزول الدس ردت بيسان، ولكن الرد كان عبارة عن صورة بالانستغرام كانت كاتبة فيها: الامرأة الضعيفة تنتقم والامرأة القوية تسامح، اما الامرأة الذكية فتتجاهل، القادم اعظم. واضح انه قصدها جواني وانه هي راح تتجاهله. اما عن انس الشايب اللي تعرفوه يعني، هو ايضا رد بنفس هذه الصورة، كتب بحساب الانستغرام: حبيبة القلب، الوفاء غالي جدا فلا تتوقعي من الرخيص. يعني ما يحتاج اتوقع اني اوضح مين كان يقصد بكلامه يعني. اوكي، حاليا هل هذا الرد اللي ردته بيسان كافي انه يخلي جواني يستخدم الورقة الفضيحة اللي صار يهدد فيه اخر فترة؟ وكمان من الواضح انه رد بيسان كان شوية بهذا الشكل عشان ما تبغى تصطدم يعني بشكل كبير مع جواني. حاليا راح احط لكم الستوري مال بيسان اللي حاب انه يشوفه يعني. هاي حبايبي، كيفكن؟ شو اخباركن؟ حبيت اسلم عليكم بهي الستوري. هاد نوار، هاي هاي هلين. شو هالغمازه هاي؟ صارع قلوب النساء ولا؟ انت ما خليت بنت بحالها بالسوشيال ميديا غير ما دوختها. تعود غدوة يعني؟ انا لا، عملت لها انهيار عصبي. تعي ناكل بلا حكي فاضي بلا صحة سلفا على قلبي. صارع قلوب الهي. هاي حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم يا جماعة؟ في موضوع كتير زعجني ومعصبني، يعني انا انسانة هيك ما بتحمل نفسي بدي وهيك بتوتر. ما عاد حدا صار يبعت لي على الخاص، صرتوا تبعتوا لنوار. احنا جا نعمل حساب جديد تراسلوا عليه. وبس، لنا وصلنا نهاية المقطع. اتمنى الحلقة عجبتكم، لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة. بس، تابعوا فيديو الخاص من مملكة القصص. مع السلامة.